حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج أن ملف العقارات يعد من ملفات الفساد الضخمة في العراق إلى جانب ملفات الفساد في النفط والتجارة وغير ذلك. وأوضح فرج أن العراق شهد هجمة ضخمة للسيطرة والاستيلاء على العقارات بعد أسبوع واحد فقط من تغيير النظام السابق في عام 2003، حيث سيطرت الأحزاب على العديد من عقارات الدولة، وبعد فترة انتقلت السيطرة على عقارات المواطنين. وبين أن الجانب الآخر من الفساد والذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني هو التوجه إلى غسيل أموال الفساد وتجميدها وخزنها من خلال شراء العقارات. أكد خبراء اقتصاديون أن أكبر مشكلة في ملف التجاوز على ممتلكات الدولة هي مشكلة انتشار العشوائيات في العديد من محافظات العراق، والتي توسعت بنسبة أكبر بسبب الوعود التي أطلقها بعض السياسيين بتمليك تلك المناطق ضمن الدعايات الانتخابية. وأوضح الخبراء أن المناطق التي تم التجاوز عليها والسكن فيها بشكل غير قانوني هي مناطق كانت مخصصة لبناء مستشفيات ومدارس ومتنزهات أو مجمعات سكنية وغيرها، مؤكدين أن بعض تلك المناطق كانت ضمن عقود الاستثمار، ولكن المستثمر عاجز عن تنفيذ المشروع لوجود العوائل، ما أدى لخروج العديد من المستثمرين العرب والأجانب وخسارة العراق للعديد من الفرص الاستثمارية بسبب هذه المناطق العشوائية. دعا رئيس غرف التجارة في ديالا محمد التميمي إلى اعتماد السعر الرسمي للدولار لدفع أسعار الأدوية في المداخر والصيدليات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، والذي أدى إلى إرهاق آلاف العائلات الفقيرة في كل المناطق. وقال التميمي إن أسعار الأدوية ما تزال مرتفعة جداً على الرغم من ارتفاع قيمة صرف الدينار، حيث لم تنعكس مباشرة على أسعار الأدوية في المداخر والصيدليات. وأضاف أن الوقت حان لزيادة ضخ الأدوية للمداخر من خلال تأمين بيع الدولار وفق الأسعار المعتمدة من قبل البنك المركزي، مع تجديد المراقبة على الأسعار على نحو يفضي إلى خفضها بمعدلات تصل إلى 30% على الأقل. قالت مصادر صحفية إن حكومة السودان تعتزم رفع كميات الوقود إلى لبنان لمواجهة شح الوقود الذي يعاني منه. وقالت المصادر إن حكومة السودان استقبلت وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض على هامش مؤتمر المياه الإقليمي المنعقد في بغداد، حيث جرى الاتفاق على رفع كميات الوقود التي يستخدمها لبنان في إنتاج الكهرباء. وتقول جهات عراقية ولبنانية إن الوقود المرسل تسيطر عليه جهات ميليشياوية في لبنان ولا يستخدم بالكامل في تشغيل محطات الوقود. وفي خبرنا الأخير، كشف اقتصاديون عن ارتفاع صادرات السيارات الأمريكية إلى العراق بنحو 1000%، قائلين إن صادرات السيارات الأمريكية الشخصية إلى العراق ارتفعت بنسبة 306% على أساس فصلي وبنسبة 931% على أساس سنوي، لتبلغ مجمل السيارات المصدرة إلى العراق من الولايات المتحدة الأمريكية 1021 سيارة في الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع 99 سيارة فقط في الربع الأول من عام 2022. وأشار الاقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى نتيجة الطلب المتزايد على السيارات الأمريكية رباعية الدفع في العراق وارتفاع الحصة السوقية للسيارات الأمريكية على حساب باقي أنواع المناشئ الأخرى. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.